أهلا مشاهدينا، يعني نحن الآن متواجدين في أحد الأسواق بالعاصمة طرابلس، بالتحديد في سوق السبعة للخضروات. تجولنا داخل هذا السوق وطلعنا على بعض الأسعار للخضروات لهذا اليوم. الأسعار كانت منخفضة قليلا عن الأسعار الأيام السابقة. سعر الطماطم ب 2 دينار، سعر الخيار ب 3 دينار ونصف، سعر البطاطا ب دينار ونصف، سعر البتنجال ب 3 دينار، سعر القرعة البيضاء الكوسة ب 3 دينار، سعر الجزر ب 3 دينار ايضا، سعر البصل ب دينار وربع، سعر البصل الاخضر ب دينار ونصف، سعر الليمون العصري ب 5 دينار، سعر الفلفل ب 5 دينار، العشبيات بالنسبه الى المعدنوس والكسبر والاحبق تتراوح سعرها ما بين 50 قرش حتى 3 دينار. ايضا بالنسبه الى سعر الفواكه لهذا اليوم كانت لربما منخفضة قليلا نوعا ما حتى هي الأخرى. سعر الموز ب 5 دينار، سعر النسبولي ب 5 دينار، سعر الخوخ أيضا ب 5 دينار، سعر المشمش ب 4 دينار، سعر الكمثرى ب 12 دينار، سعر القلعاوي 3 كيلو ب 10 دينار، سعر القطع ب 3.5، سعر البطيخ الكيلو ب دينار ونصف. يعني هذه أغلب الأسعار التي كانت متواجدة داخل هذا السوق، السوق الشعبي، سوق السبعة في العاصمة طرابلس.